أذكر من ضمن المواقف يعني مدرس الإنجليزي كان يختبرنا الله يحفظه وإياكم. فجيت أنا وأخوي متأخرين مرة منطلقين، وهو كان جارنا كان ساكن عندنا أصلا مستأجر عندنا، فيبغى يعني مشينا أمورنا في الثانوي. وأجلس أنا أخوي فيقول بالإنجليزي الرجال يسأل يقول هذا وش يقرب لك؟ طبعا أنا أعرف أربع حاجات، أنكل سيستر وأعرف براذر وفاذر وماذر. أيوه بس إنها اختصت عندي متوتر وكذا. طلعت يا أخوي قلت ماذر، قال هذا أمك؟ قلت لا معلش يا أستاذ والله ما أدري. قال قوموا عارف إن الدعوة من الدعوة حوسة. أي والله ذكرتني باختبار الإنجليزي إبراهيم، أنت جاهز لقراءة الهاشتاج؟ ايش فيك يا وليد والله لعبت يا ابو اسالك لا الان اقول لك تقول لي الهاشتاج ارجع الهاشتاج وتقول لي انا اشوف بالنسبه لي الموضوع اللي ترتاح فيه مثلا كسفر انت تستمتع في السفر استفيد في هذا الوقت وانت مسافر بانك تجيب اكبر قدر ممكن من الكلمات الانجليزيه او اللغه اللي انت نزلت فيها رحت الصين رحت اي مكان استفيد من المكان هذا بحكم انك انت مرتاح فين في السفر العقل هنا يستجيب بعضهم يكره مثلا انه يروح معهد ويجلس في المعهد والدكتور يقول له ولا فهمت؟ هذه تثقل عليه ولا تقول له اعطيني كتاب يلا احفظ هذه تثقل عليه فاقصد انت اختار المكان المناسب ممكن بعضهم مقاطع فيديو يتعلم مقاطع بعضهم بالاستماع بعضهم بالقراءه فانت شوف الشيء اللي انت ترتاح فيه وتهوى جميل قولي جيب هذا مدخل للتعلم 10 ثواني بعدين بختم بالهاشتاج ابشر بي انا اقول يا ولي انا لاحظت شيء لما اسافر مثلا اسافر اسبوعين تمام؟ اول الايام ما اكون افقه اي حاجه ما اعرف اخرج نفسي تمام؟ فالايام الاخيره في سفري اشوف اني يعني اقدر اني اتخاطب مع الناس اكون اكتسبت ايوه اكتسبت بعض المعلومات فاقدر اخرج بعضهم يقول ان السفر هو يعتبر الخطوه الاخيره تمام؟ قبل هالخطوه الاخيره في خطوات كثيره بامكانكم تعملوها وتتعلموا اللغه الانجليزيه من غير الحاجه الى السفر البعض يقول لو سافرت في بعض الناس يسافر الغرض من السفر ايش واحد التفرغ اثنين انك تخالط الناس بقى الان قاعده تسافر وتتكي مع عالم تتكلم ايش عربي لغه عربيه متكين يطبخون كبسه ودنيا وشال وحط طيب فين فائده السفر اذا للمخالطه ولتعلم اللغه الانجليزيه اخوي خواجي انا ما طلع من السودان ولا خطوه اها لكن تبارك الله خواجي اكسنت بريطاني اكسنت خرافي ما شاء الله طيب هذا اللي انا بقوله قبل ما نروح للهاشتاج هكذا تعلموها كتاب فيصل عبد الله الحمود الدكتور فيصل عبد الله الحمود هكذا تعلموها الكتاب انا شريته اليوم يقول لك اعطانا نماذج من 8 تقريبا اشخاص ما احتاجوا للسفر ابدا وهم قاعدين هنا اتقنوا اللغه الانجليزيه يعني بعد هذا شهور استاذ وليد بعد هذا شهور استاذ وليد بلبل نقول يا رب بالهمه طبعا بالهمه